مرحبا، أنا فانوس. أتعلمون ما الصيام؟ الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب منذ مطلع الفجر وحتى غروب الشمس، وهو فريضة فرضها الله تعالى على عباده. ولا يحسن الصيام إلا بحفظ اللسان والتحلي بالأخلاق الحميدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هب. وصوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويجوز الإفطار في السفر وفي بعض حالات المرض. والصيام ينمي الشخصية ويبني فينا القدرة على التحمل ويسمو بنفس الإنسان. وأخيراً أتمنى لكم صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بخير.